اول حاجه اكيد تابعت زي كل المصريين يا استاذ مكرم زياره بابا الفاتيكان لمصر. قولي يعني شايف الزياره دي ازاي، تقييمك ليها والاهميتها في الوقت ده ايه؟ شايف انها حدث عظيم وتحمل رسائل مهمة جدا الى الداخل والخارج. شايف ان البابا عاد لاعتبار مصر بصورة كبيرة، ولما يقول بابا الفاتيكان انه مصر والمصريين في عقلي وصلاتي، ويأخذ هذا الموقف الشجاع من مساندة مصر في حربها على الإرهاب وفي التنمية، ويعترف بأن مصر تحارب الإرهاب رغم إمكاناتها وظروفها الاقتصادية الصعبة، ويبارك شعب مصر، ويرسل أكثر من رسالة إلى العالم أجمع بأن استقرار مصر هو استقرار العالم، وأن كسب معركة الإرهاب لابد أن يتم في مصر، وأن مساعدة مصر على اجتياز ظروفها وعلى أن تعالج الجوع إلى الحب بهذه المودة الشديدة والإخلاص الشديد، لما يشوف على الواقع فشل كل المؤامرات التي استهدفت الإيقاع بين أقباط مصر ومسلميها في برنامج حافل، أعتقد دي زيارة لعلها إن هي أهم زيارة لمصر خلال 30 عاما الأخيرة. زيارة مهمة نتائجها على العالم الغربي مؤثرة، وبالتالي على الولايات المتحدة مؤثرة، على المواطنين والمؤسسات الأوروبية مؤسسة مهمة، وأنا يعني أتوقع أن بعد هذه الزيارة أنه مكانة مصر عالية وكبيرة، ولكني أتوقع زيادة تفهم من الدول الأوروبية ومن المجتمع الدولي لدور مصر وأهمية مصر. ده يكاد يكون البابا ألقى عبء تحقيق السلام في العالم كله على أكتاف مصر. أنا شخصيا يعني أحس بأنه رسالة سلام خرجت من رجل سلام في بلد عظيم زي مصر، وأعتقد أيضا أن المصريين وصلت إليهم الرسالة أنهم بيحاربوا دفاعا عن أمنهم وسلمهم ودفاعا عن أمن العالم وسلمهم. صحيح. وبالتالي أنا شايف أن الحدث ده إذا أحسننا استثماره يمكن أن تكون له نتائج. أيوة مهمة. دي مهمة. أيوة. إذا أحسننا استثماره ما تبقاش زيارة وشكرا وانتهت طبعاً. وفرحنا طبعاً. بيها طبعاً. يعني طبعاً. ناس طبعاً. نحسن استثمارها طبعاً. إزاي بقى؟ نحسن استثمارها أولا في داخل مصر، بأن نعرف كلنا أن أقباط مصر جزء أساسي من مواطني مصر، وأن حقوق المواطنة لابد أن تحترم، وان كل صوت كريه يتكلم عن ازمه مع اقباط مصر او يدعو المسلمين الى عدم تهنئه اقباط مصر او عدم مصافحتهم دي خيانه، مش خيانه، خيانه للاسلام وخيانه للوطن وخيانه ايضا لهذا التوقع الكبير اللي العالم بيتوقعه من مصر. ادي واحد. اتنين، انه هذه الرسالة تحتاج الى استثمار في العالم الخارجي، واعتقد احسن من يساعد على استثمارها هو الازهر. وانا بشكر هنا الامام الكبير احمد الطيب انه هو اللي دعا البابا الى المجيء وفي مؤتمر السلام، واعتقد ايضا انه العلاقات الطيبة ما بين البابا طوادرس وما بين احمد الطيب والاسرة او العائلة المصرية، واللهجة الجديدة التي يتكلم بها الازهر عن المواطنة وحق الاختلاف وحقوق المعارضة، دي تحمل نوع من التغيير الاساسي في الخطاب الديني المصري. بترجى العباوزين يشنوا حملات على شيخ الازهر رفقا بهذا الإمام،
الإمام يفعل ما في وسعه، نتمنى منه أكتر، لكن ده يكون بالمساندة وبالتشجيع وليس بالتجريح، خاصة عندما يتكلم يكون الكلام غير قائم على أي أساس حقيقي. ثالثا، أتصور أن المجتمع المدني المصري لابد أن يرد هذه الزيارة بوفد عالي على مستوى كبير، يذهب إلى الفاتيكان يشكر البابا على ما قاله في حق مصر وينقل إليه تحيات المصريين واعترافهم بهذا، يقدم وعودا بأنه المصريين والمسلمين والأقباط في مصر سوف يكونوا في أحسن حال، وهم في أحسن حال بدليل أنه حتى عندما وقع حادثي الانفجار في كنيسة طنطا وفي كنيسة الإسكندرية، أنا لم أشهد على وجه الإطلاق حالة من الوحدة الوطنية وحالة من توحد المسلمين والأقباط لما شهدتها في هذه الأزمة، وبالتالي يعني خاب سعي كل من يتصور أنه يستطيع التفرقة، كل من يتصور أن أقباط مصر ممكن أن يكونوا رهائن لإحراج الدولة المصرية. الحقيقة أنه البعض فعلا يعني من للاسف بيحملوا الـ يعني مسمى ان هم مصريين في البطاقات او جوازات السفر. الحقيقه البعض ممن كانوا سعداء للاسف بالاحداث المؤسفه اللي بتمر بيها مصر كانوا متوقعين، بل كانوا بيتمنوا كمان انه البابا يلغي زيارته. هو مش بس جه، لا ده جه واتكلم كلمه رائعه وكان له فعاليات كتير، والحمد لله الدوله المصريه الحقيقه نجحت في تامين هذه الزياره على اكمل وجه، يعني كل الجهات المعنيه كل التحيه ليهم الحقيقه والقوات الامن. هو اتكلم في كلمته قال لك تحيا مصر بالعربي، وقال لك انه مصر ام الدنيا، واتكلم واشاد بالجيش الوطن الدين لله، الدين لله والوطن للجميع. فالحقيقه كل ده جه الحقيقه يعني شايفه جه ازاي في الرد يعني على هؤلاء. حصل ضغوط من الداخل، حصل ضغوط من الخارج على البابا لان هذه الزياره لم تتم، ولكن من الواضح جدا من خلال تحليل العميق لخطاب البابا ومعرفته بأوضاع مصر وظروفها وحالها الراهن أنه يدرك قيمة هذا البلد، ويدرك أن كسب معركة الإرهاب لابد أن تتم في هذا البلد، ويدرك أن كسب معركة المودة والمحبة بين هذا في هذه المجتمعات اللي قسمها الإرهاب لابد أن يبدأ في هذا الوطن. صحيح. وأعتقد أن البابا كان ليه عظة جميلة وهو يقول أن ربنا مش محتاج إلى حمايتكم يا هؤلاء الأدعياء، ربنا يحمي البشر جميعا وليس في حاجة إلى حماية، وربنا أيضا كمان يكره العنف ولا يمكن حماية ربنا بالعنف. زيارة في مجملها حدث جميل، حدث عظيم، حدث رائع، واعتقد ان ممكن نقول ان علاقات مصر الدولية يمكن ان يحدث فيها تغييرات ايجابية شديدة لو ان احنا بالفعل احسننا استثمار هذا، واحسن استثمار لله ان احنا اقباط ومسلمين نكون يدا واحدة، نكون موقف واحد. وبعدين يعني كل هؤلاء الكذابين اللي بيتكلموا عن انه اقباط مصر مؤمنين ومؤمنين بإله واحد، واقباط مصر ساهموا في اغتقاب هذا البلد ودافعوا عنه، وكم منهم شهداء، واعتقد ايضا كمان ان ده ينبغي ان يدخل في وعي كل مواطن مصري، لانه خاصة انه هم يتصوروا بالفعل ان دي اللعبه دي ممكن انها تحرج الدوله، تقع وقيعه ما بين المسلمين والاقباط، انها تعطي فرصه للمنحرفين والمتطرفين انهم يعني يحاولوا تدمير او الحاق الاذى بهذه العلاقه.